أهلا وسهلا بكم أعزائي التلاميذ، عزيزاتي التلميذات، معكم الأستاذة صباح حسيني، أستاذة مادة اللغة العربية. سأشرح لكم اليوم درس من دروس قواعد اللغة العربية. عنوان الدرس للسنة الثالثة إعدادي، عنوان الدرس صيغة المبالغة وعملها، وهي من المشتقات بعد اسم الفاعل. إذن أولا ملاحظة الظاهرة اللغوية، سننطلق من الأمثلة التالية: أي بني كن حمادا أنعم الله عليك، مقوالا الخير، حفيظا ود أصدقائك، قنوعا بما في يدك، زهدا فيما في أيدي الناس، تعش عزيزا كريما. إذا لاحظوا معي جميعا كلمة حمادا، إذا لاحظوا الكلمة المكتوبة بلون مغاير حمادا، إذا دلت هذه الصيغة على أن شخصا وقع منه الحمد أو قام بفعل الحمد، يعني أكثر من فعل الحمد. إذا وهنا حمادا مشتقة من الفعل حميدة، كأن أقول مثلا يعني لدي أو عندي شخص يفعل، إذا كان يفعل فهو فاعل، إذا أكثر من عملية الفعل فهو فعال. إذا نفس الشيء، إذا الفعل هنا حمد، إذا قام بفعل الحمد فهو حامد، وهنا اسم الفاعل يعني الدرس السابق، إذا أكثر من فعل الحمد فهو حمادا. وهذه الصيغة تسمى صيغة المبالغة، صيغة المبالغة. إذا نفس الشيء بالنسبة لباقي الأسماء، مقوالا إذا مشتقة من الفعل قال، اسم الفاعل قائل، حفيظا أيضا مشتقة من الفعل حفظ، اسم الفاعل حافظا، أيضا قنوعا مشتقة من الفعل قنع، اسم الفاعل قانعا، وأيضا زاهدا مشتقة من الفعل زاهدة، اسم الفاعل زاهدا. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن صيغة المبالغة هي اسم مشتق، اسم مشتق بمعنى مشتق من الفعل. إذا اسم مشتق يدل على من وقع منه الفعل أو قام به، مع إفادة الكثرة والمبالغة، وهذا هو الأهم، يعني الكثرة والمبالغة، هذا ما يميز يعني هذه صيغة المبالغة عن اسم الفاعل، وهي متحولة عن اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل يتحول عند قصد المبالغة فيه إلى إحدى صيغ المبالغة. إذا الآن سننتقل إلى تحليل الظاهرة اللغوية. ثانيا تحليل الظاهرة اللغوية. أولا طريقة اشتقاق، طريقة اشتقاق صيغ المبالغة. إذن سنعتمد على نص الانطلاق وسنعتمد على هذه الأسماء. إذن صيغة المبالغة، الفعل نوعه طريقة الصياغة. حمادا مقوالا حفيظا قنوعا ثم زاهدا. إذا سنحاول ملء الجدول. إذا هنا حمادا قلنا مشتقة من الفعل حميدة، نوعه ثلاثي، طريقة الصياغة يعني وزنه حمادا على وزن فعالا، مقوالا هنا من الفعل قال أيضا ثلاثي على وزن مقوالا على وزن مفعالا، حفيظا من الفعل
حافظة. أيضا ثلاثي على وزن فعلا. إذا قنوعا هنا أيضا من الفعل قنع، ثلاثي فعلا، وأيضا زاهدا من الفعل زاهدة فعل. إذا ماذا نستنتج؟ نستنتج أن صيغ المبالغة تصاغ في غالب الأحيان من الفعل الثلاثي، ونادرا ما تصاغ من الفعل الرباعي. مثلا معطاء من الفعل أعطى، مقدام من الفعل أقدم، ولها خمسة أوزان. إذا فعال، مفعال، فعيل، فعول، فاعل. وهنا يمكن الإشارة أو أن ننبه تلاميذنا الأعزاء، يمكن يعني حفظ هذه العبارة حتى لا تختلط عليهم هذه الأوزان. مثلا هو مقوال كذاب، أنت حذر، الله عليم غفور. ثانيا عمل صيغ المبالغة، وصيغ المبالغة تعمل بنفس شروط عمل اسم الفاعل، بمعنى اسم الفاعل يعمل عمل فعله إذا كان لازما يكتفي برفع الفاعل، وإذا كان متعديا يقوم برفع الفاعل ونصب المفعول به. إذا نفس الأمر بالنسبة لصيغة المبالغة، إذا كان فعلها فعلا لازما تقوم برفع الفاعل فقط، كأن أقول مثلا رأيت النهر فياضا ماؤه، رأيت النهر فياضا ماؤه، إذن هنا فياضا على وزن فعالا، قامت برفع فقط يعني الفاعل من الفعل هنا فاض. أو إذا كان فعلها فعل متعدي فإنها تقوم برفع الفاعل ونصب المفعول به، كان أقول مثلا الولد جماع الأقلام، إذن هنا جماع على وزن فعال مشتقة من الفعل جماع. إذن قلنا تعمل إذا كانت مقترنة بأل، تعمل بدون شروط يعني بدون قيد أو شرط، وهنا نقصد أنها تعمل في جميع الأزمنة، يعني الماضي، الحال، الاستقبال. ومثال سأقدم هنا مثال، الشكور ربه سعيد. إذا لاحظوا هنا مقترنة بالألف واللام يعني معرفة، إذا قامت بعملها يعني وظيفتها أو دورها، إذا قامت بنصب المفعول به. كان أقول مثلا الذي يشكر ربه سعيد، إذا هنا الذي تنوب عن الألف واللام. أما إذا كانت مجردة يعني نكرة فإنها تعمل بشرطين، أولا أن تدل على الحال أو الاستقبال، ثانيا أن تكون مسبوقة إما بنفي، ما مقوال الحق إلا الأمين، إذن هنا مقوال على وزن مفعال مشتق من الفعل قال، أو مسبوقة باستفهام، أتراك المنافق النميمة، إذن هنا من الفعل أيضا ترك، هنا المنافق هنا فاعل، النميمة مفعول به، إذا قلنا تعمل عمل فعلها. أو أن تكون مسبوقة بمبتدأ، إذا الله غفور الذنوب، إذا مشتقة من الفعل غفر على وزن فاعول. أو مسبوقة بموصوف، أحب صديقا كتوما سر إخوانه، إذا كتوما هنا صفة نعت مسبوقة بموصوف صديقا، أو مسبوقة بنداء يا غفارا الذنوب. إذا الآن سأقدم الإشارة قبل تقديم نموذج إعرابي، أن صيغة المبالغة تعرب حسب يعني موقعها في الجملة. سأقدم الآن نموذج إعرابي، العاقل تراك صحبة الأشرار، إذا هنا العاقل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، تراك خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو صيغة مبالغة من الفعل ترك، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، إذا قلنا أن الفاعل ضمير مستتر لأنها تعمل عمل فعلها يعني ترك، صحبة فعول به منصوب علامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف الأشرار مضاف إليه مجرور وعلامات جره الكسرة الظاهرة على آخره. إذن هذا هو درس صيغة المبالغة، إلى اللقاء في درس آخر.